خدا وجديمة السنة ونارانا جايين عادة في الدار القديمة قهوة العصر تحت الياسمين ما قعدت خدا وجديمة السنة ونارانا جايين عادة في الدار القديمة قهوة العصر تحت الياسمين حكايات 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 بيهم من لما الأحباب والجيران مخاويين وسط الدار ذكريات مع خدا وجه الحكايات باللوطار والالات المرحوم خلات فكيرة المرحوم خلات فكيرة لما فيها بنا مجموعين في دويرتنا والحكايه فيها انا خدا وجه حاجه كبيره خدا وجه حاجه كبيره ما قعدت خدا وجه ديما تستنى ونارانا جايين عاد في الدار القديمة قهوة العصر تحت الياسمين ما قعدت خدا وجديمة سنة ونرانا جايين عاد في الدار القديمة قهوة العصر تحت الياسمين حكايات 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 بيوم اللمة الأحباب والجيران مقويين صعيبة شوية دار فيها الورثية وخداوج فيها النية يا درا واش راح يسرى يا درا واش راح يسرى نروحوا وحدة وحدة فرجة همة والقعدة كل مرة حاجة جديدة خدوج تعرف في السيرة خدوج تعرف في السيرة ما تقولي ليش هاد المرة تاني عروستك لا لا مشي هي ملي نط وانا هادو طايحين الفشلة من جهة والرعية من جهة بيك شغل الدهار يا عود الشقاء يا أختي ما درت والو اليوم هاد السمانة بعدا راني عيانة أني خايفة يجي نهار ما نقدرش نوض وما يحس بيا حتى واحد لا درية حنينة ولا جيرانتي بكري يا اختي تلك الراجل اللي موقفك انا هذاك الشيخ مهبني من جهه ولاد ولادي من جهه يحبوني نهار كامل وانا واقفه الله رحمه لا شفقه فيا يا اختي واش رايك مريم نروح لكاش ديسبونسير ولا طبيب نحيروا لا طونسيون بالك تكون حبطت وحنا الاخبار هاوا انا المره هذه عولت نروح ندير الحجامه كنت شوفي عجوزة بنتي كل شهر تروح تديرها عجوزة مطبط بيا بحينك ترفدني وترفدك وتهرب بينا متجهدة ايه حسرة سقسيها وراها يديرها ورجعي لنا الخبر خليني منها ما تبدليش الصح شوفي انتي كاش واحدة من معارفك ولا يعني فاميلتك يا في الحومة النصراي على راسها تدير في الحجامة وشنو انا لو كان تاخدي رايي الطبيب غير نخاف وخداوش والله ايه الطبيب تروحي لي على مرض تروحي بعشرة سمعي دابا راهي سوسطة لا قالم الله يبارك ما كاش زهية اليوم ديك الرحمة اوف غير هندي روحك راهي جاية ياك عملت لي تليفون وشنو قالت لي نطول شوية بصح جاية جاية لصقة شي المرة اللي فاتت حبت تعرض لي ولاد خوها يتعشاو عندي هنايا ما تزيدي ليش عمي يقول لك وجهه الكوير يا اختي وجهها الصحيح وكيف سلكتي امورك خليتها في الدار بس تحاكي وهملت وين رحتي يا اختي رحت ضربت دوره في الحومه وكي حسيت بها راحت هذاك الساعه انا وليت لداري دخلت كي داك السارق ورقدت شتي يا مريم الواحد في داره ما هوش حر والله غير خاصني غير هم ولاد خوها اني جيت ايه جبنا سيرة القط جاي نط وجبت معايا محاجبي شهيو ما متقوليش انا جيت بحناكك لا مزيه حتى احنا ما درنا والو الله يبارك هاي لك مره ونص حتى تدير المحاجب وتجيبهم ما هربتي من الخدمه
لا 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 ما هبطش وما نيش سوبر وومن، جوست رحت للحانوت شريتهم سخونين وجيت. هيا قولوا لي كاش ما كاين جديد اليوم؟ هذا هي جابك ربي، روحي سجيك دخلي لديك الكوزينه سخني داك الحليب وطيبي لنا ديك القهوه وجيبي لنا السني والله الله بربح. وانتم على ما وجدتوهاش وكون ما جيتش ما تشربوهاش. بوزة هي انت اللي ما تجيش غير انت اللي تجي يا وعودك جراي وما تشوفيش فيا راني عيانة وربي اللي عالم بيا. هذا ويكون انا نحضر باش نروح نديروا الحجامه حبيتي تروحي معنا يلا. لا 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 راني مليحه نهبل حجامه يديرها غير جايز. قولي والله يلا يبارك كشغل انت مازال كي صغيره. قولوا لي الساعه جيتوا وين نديروا حجامه ولا مازال؟ نقول لكم انا راح وجد قهيوه ومن بعد نجي نكملوا هذا ونقول لكم نديهم معايا خير نجيبهم في الصحن. علاش ما تسناوش شويه؟ انا ما نستناش بس هذا وين كنتي تهضري تقول لي الحجامه اللي عجايش كيفاش بانت لك درك ديريها؟ لا لا نستناو نديرها لكم انا. قولي والله راك ديري فيها بس ما قلتي لناش ومن وقتاش؟ كيفاه انت راكي قدامنا وحنا نحوسوا عليها بعيد؟ لا لا انا خاطني هاد الحوايج مي بويسك الناس كما راهم يديروا في حجامه قلت انا وعلاش ما نديرش فورماسيون اللي راهم يديروا فيها في 3 ايام ونجي نتعلم فيكم. الله يبارك تعلم الحجامه في روسليتام اكيد. شوفي المخلوقه تروح تتعلم في 3 ايام وتجي تطبق فينا حنايا ايه ما خبرتهاش عرف. وتجي وزهرك يا سلكتي يا عديتي الله يبارك ربي يجيب لك شفاير عزيزه. انا ثاني ما نستناش فهموا من بعد هضروا لا فورماسيون يديروا فيها ب 3 ملايين نتشاكوا بيناتنا انا نقرا وانتم ندير لكم حجامه وقت ما تحبوا. والله تسمى النساء يسلكوا 50,000 على الحجامه انا نروح نكح مليون على قلبي. ايه انا يا لالا مليون نروح لكاش حمام نسخن عظيماتي ونزيد نتجوز بيهم السمانه كامله. انتم ما تفهموش من دهاكمش مليون عاصمه لكل وحده فينا مليون نولوا نجيبوا نساء نديروهم الحجامه وحسبي قدا تطلع لكل وحده فينا. علم كبير. ونساء هادو اللي تستقبليهم عندك محل علاش نحوسوا على محل وحنا عندنا هاد البلاصه اللي توضح اللي يدخلها مريض يبا حنونه وعلاش ما تروحيش ديريها في دارك؟ داري صغير هنا خير ولا حبيتوا السمانه جايه نبدا لا فورماسيون ما عليكم غير توجدوا دراهم. انا ما عندي دراهم وما تدخليني شريكه معاك. نسيت باللي انت ما كاينش وزيره الماليه كي نحب نهضر على الدراهم نهضر مع الشيخ. ما عنده ما درناك ليه الشيخ خليه بعيد على زافير تاوعك. نقول لك صح صح انا مانيش مهبوله بها نحل داري للي يسوى واللي ما يسواش. والله غير مليحه وكان يسمع وليدي والله غير يلوح لي للسبيطار تاع مهابل. سما انت حبيتي ديري لي مشاكل مع ولادي ياك. انا بخمسين الف نروح ندير حجامه مره ولا مرتين في العام وانا مهنيه ونبعد المشاكل من راسي. انا قلت ندير معاكم بروجي خرجكم مغرقه صح انتم وجوه مزيه. خليكم وحده تطلب ما عندها رجعه عرسها والاخرى تستنى زوج دور اخر كل شهر. انا غير تهني من جهتي يتنحى لي العيا هذا ما نسحق البروجي تاعك وما نسحق دراهمو.
هذه بنيتها زعفات. تزعف على روحها، تخبط راسها على الحيط. او انا مانيش باغيه نفتح سيبر في داري، واش بك؟ هذه اللي قالت لهم الرقدو في عشنا وينشنا. انا مانيش زعفانه منكم، زعفانه ما واحد. كون جا عندي الزهر كون راني طحت في لسان كيما انا يحبوا لي زافير. كون راني الفوق. وين الفوق؟ لقيتها. واش هي؟ لقيت البروجي اللي نديروه مع بعض. واش رايكم نعلموا يا طياب يا قاطو؟ انني رايحه ومن بعد نعيط لعجوز بنتي تعطيني لادريس، ولا كتبت ان شاء الله الصبحي صايبه غدوياك مهنيه. صافي ما فيهاش ما يد. نحي رجلك بالطريق، نحي لنفسك. واش زاهية راكي قاعده؟ ما خداوش، مازال ما كملتش حليبي. معليش عاونيني في هذه الحلوه، طلعيها الكوزينه ما بيد ما نلملو ما عنانا. وما تنسيش من تم ديرك في داركم. يما واش دارت فيا الطفله؟ يا يما هبلتني هبلتني. ما قدرت لهاش. هو ما نقدر لهاش، لسانها طويل بزاف بزاف، لسانها طويل. الله يرحمك يا الحاج، كنت دايما تقول لي سبع كي يكبر يا كي يلعبوا به الديابه. يا الحاج الله يرحمك الله يرحمك. ما عرفتش واش راني دايره مع عمري. شكون يجيني درك؟ روح نحل. هذه انتي مريم؟ خير صبحي شدك هذا الوقت. معليش جبت النمره من عند عجوزة بنتي. ايه المراه تاع الحجامه. جوزي نهضروا لداخل ماشي في الباب. جوزي 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 جوزي. عالسلامه عالسلامه بمريم، شحال نفرح كي تجيني. اسمحي راحت المصيبه هذه؟ راحت. اوف قرقشت لي مخي. كتشوفي انا كتشوفي انا يا مريم. خليني منها. انا جبت لك الخبر من عند المراه. ايه قالت لي غدوه على الصباح تكونوا عندي وتجوا صايمين. بصح كاينه حاجه. خير. 80,000 ماشي 50,000. لا مريم ياك مع الاول قالت لنا 50 واليوم 80 وغدوه تزيد لنا في السومه. يا خداوش دير خدمه بالطبع. وانا غدوه كي نروح عندها نقول لها رانا ولينا ديك اليوم سما تقص لنا في السومه. هكذا يا مريم ما تخليهاش تدير غردها، خاطر هما غير يزيدوا 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 يزيدوا. اسمعي انا نروح برك. لا 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 قعدي قعدي، راني حنوجد العشاء هكذا تعشي معايا يسجيك. بصح على عليك ديري العشاء وانت عندك المحاجب. المحاجب؟ ايه لا غير عندك الحق، انا نسيتو هاد المحاجب. ياه وين تكون حطتهم هاد المصيبه؟ مريم الله غير عيطت لها وسقسيتها. عيط عيط. ايه والله غير المحاجب. ايه بابا بابا نسيتهم كاع انا هاد المحاجب. الو زاهية. ايه خدوجة. ايه انت وحشتك. ايه شوفي زاهية قولي لي وين حطيتي هادوك المحاجب؟ ترى حوست عليهم ما لقيتهمش. تبغي يا يما ما تهمنيش راسك. واش قالت لي؟ قالت يا قالت لي شتكم ما نسيتوش منهم حتى فتيته، اديتهم تعشيت بيهم. تي ديريها انا نديرها. زاهية ديرها. زاهية ديرها. ما كلكبت لي العقله. عاوز نقول لك شيء بضواكه وطمح فيها. ايه انا نروح ندير العشاء لوليداتي. ايه وانا نروح نغلق الباب وراك. ايه زاهية سبب دينا بزاهية النهار وكملنا بيه. مريم يا مريم يا عزيزتي. حي مريم
عيشي والسمعي. لا اختي ولينا دوك عيش تشوف. الله يرحم داك الفم. بس احنا الحق شكون؟ زهية على واه على الدراهم. واش الدراهم؟ تاع البروجي. واش بالبروجي؟ تعجبني وانا نطيب وهي تليفري لي الحوانت. مريم واش معجن انا؟ المحاجب. يعني على المحاجب انت تاني ما كفانيش هم زهية. ايه شعر راح فيها دراهم كبار. يا ايه مليح مليح خداوش. خمم ايه خمم ايه اوه نديروها هذه لافيها. ان شاء الله ان شاء الله روحي ما تنساش تسلمي على الحاج. ايه خميلها برهنتي. ايه نخمم نخمم الله يعطيكم العقل. شو بيهم هادو على المحاجة؟ ايه خلاص حبوا يرجعوا لي الدار قرقوط. يا ربي يا ربي اعطيني العقل.